خلينا نروح دلوقتي بقى لنجاح لاعبينا الاولمبيين في طوكيو، والحاجه المشرفه جدا بنتكلم بعد برونزيتين التايكوندو لسيف عيسى وهدايا ملاك، حققنا برونزيتين تانيين في المصارعه الرومانيه لبطلنا محمد كيشو، في الكاراتيه لجيانا فاروق، ختامها كمان كان بحصد احمد الجندي فضيه الخماسي الحديث. وعايز اقول لحضراتكم بجد كانت منافسات قويه جدا، ويمكن عدنا نقول اصبروا يا جماعه، قعدنا نقول يا جماعه اصبروا لما كنا في بدايه خالص الاولمبيات والبعثه لما راحت والناس كانت البعض لا احنا مش اداء مشرف ايه اللي بيحصل ده، يا ريتهم ما سافروا. فاكر الكلام اللي ما كانش له لازمه ده واللي اتكلمنا في هذه النقطه قبل كده، لكن احنا بنتكلم ان احنا ابطالنا قدروا ان هم حققوا الميداليات المختلفه، وختمها بقى بالذهبيه في ذهبيه الكاراتيه اللي حققتها في ريال اشرف بكل قوه بكل فخر. حقيقي قمه السعاده ان انت لما تسمع كمان كده النشيد الوطني وهو بيتعزف في المحافل الدوليه المختلفه، لو شفتوا حضراتكم في طوكيو تحديدا يعني اعتقد شعور ما حسيناش بيه وما شفناهوش من بقى نرجع كده بتاريخ الارقام يا كريم 2004. يعني اخر ذهبيه حققناها كان عن طريق لو حضراتكم فاكرين كرم جابر في المصارعه اللي كانت في اولمبياد اثينا، فحاجه مشرفه جدا. ولو انتوا برده ما اعرفش اكيد مش كلنا شفنا لحظه الفوز، ولكن عايزه اقول لكم ان في ريال يعني نزلت وطت على الارض وكانت بتعيط وكانت عارف لو تقول بصوت ان انت فخور، فلا بجد حاجه كانت جميله. Gracias.